هنا وهناك، هتلاقي كاميرا بر مصر معاك، هننقل لكم بالصوت والصورة تحقيقات، معالم، حكايات، ومش بس كده، كمان أبحاث ومؤتمرات. خليكم معانا. مشاهدينا، كاميرا بره مصر مع حضراتكم النهارده لتغطيه فعاليات المؤتمر الخاص باستراتيجيات الحديثه للانتاج الحيواني، وهذا المؤتمر تحت رعايه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي بالتعاون مع وزاره التعليم العالي وايضا وزاره التخطيط والتعاون الدولي وايضا وزاره التجاره والصناعه وجامعه الاسكندريه. تابعونا وابقوا معنا. مشاهدينا، لقاء الآن مع دكتور صبحي محمد سلام، مقرر المؤتمر الخاص باستراتيجيات الإنتاج الحيواني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك سعادتك يا فندم. حاب أعرف من حضرتك أهم أهداف المؤتمر وأيضا الجهات المشاركة في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي خاص بالاستراتيجيات الحديثة في الإنتاج الحيواني تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورعاية وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة ورئيس جامعة الإسكندرية. وهناك شركات عديدة راعية لهذا المؤتمر هي المسؤولة والمنوطة بتمويل فعاليات هذا المؤتمر. هذا المؤتمر مؤتمر دولي يشمل العديد من الباحثين على مستوى العالم من أمريكا وسويسرا واسكتلندا والبرازيل وإيطاليا والهند ومن الدول العربية السودان وليبيا وتونس والسعودية، محاولة منا لإجراء مناقشات مفيدة لحل المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي والمحاولة للنهوض بها وتوفير الغذاء الآمن للشعب المصري والعربي. حضرتك ذكرت من خلال كلام حضرتك أن في تعاون مع العديد من الدول، ماذا يسفر هذا التعاون من نتائج مفيدة ترتقي بمستوى الإنتاج الحيواني في مصر؟ الحقيقة هذا التعاون اللي احنا بالأول احنا عندنا مشاكل في الانتاج الحيواني، والمشاكل متمثلة في ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية. وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية راجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الأعلاف ومشاكل النواحي البيطرية وظهور بعض الأمراض زي مرض الحمى الخلعية والبروسيلا والجلد الوخدي التي أدت إلى نفوخ العديد من رؤوس الانتاج الحيواني في الفترة اللي فاتت وتسببت في حدوث دمار شامل للثروة الحيوانية في الفترة من مارس أو فبراير الماضي حتى مايو، ونحن نعاني من هذه المشكلة. المشكلة الأولى اللي خاصة بمشكلة الأعلاف، نحن بنحاول نحن في مصر ما عندناش اكتفاء ذاتي في الأعلاف، عاوزين نشوف مصادر، إيه هي المصادر العلفية البديلة المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها لتغطي احتياجات الحيوان وبأقل قدر من التكلفة عشان نوفر المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة للشعب المصري. فالمشكلة عندنا نحن أول حاجة نحن نعيشها في المؤتمر، ما هي المصادر العلفية البديلة لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف التقليدية في مصر؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية عندنا مشكلة التغيرات المناخية ومشكلة إنتاج الميثان. زي ما أنت عارف أن غاز الميثان اللي بينتج من المقترات بيساهم في مشكلة الاحتباس الحراري اللي هي الجلوبال وورمي. فهناك احنا بنناقش إيه الاستراتيجيات بالاستراتيجية الطبيعية، الحاجات الطبيعية الناتشرال استراتيجي، إن احنا نقلل إنتاج الميثان الناتج من المقترات عشان نقلل الاحتباس الجلوبال وورمينج اللي بيحدث في العالم، وده تأثيره ليه تأثيرات على الثروة الحيوانية. طب امتى نحقق الاكتفاء الذاتي؟ يعني يمكن الغذاء ده اهم حاجه في الدنيا، امتى احنا بالفعل نقدر نخلي كل مواطن مصري يملك قوت يومه؟ الاكتفاء الذاتي اللي انا بتكلم عليه، خلي بالك في اكتفاء ذاتي من شقين. اكتفاء ذاتي الاول ان انا اغطي احتياجات الحيوان عشان ارفع الانتاجيه، اللي منها هزود انتاج اللبن واللحم لغطي احتياجات الشعب المصري. فالاول ادور المصادر العلفيه، العلف البديل، واشوف مصادر بديله جديده ومصادر رخيصه وقيمه ذات قيمه غذائيه وباقل قدر من التكلفه. احنا بنحاول بصدد ذلك، احنا بنحاول نبحث عن المصادر. في مصادر كتيره وفي حاجات هتعرف في المؤتمر وفي حاجات هنوصي بيها، لان الخطه ما هيش مش في ايدي عصايه سحريه ان انا اطور انتاج الحيواني في مصر. عاوز خطه استراتيجيه على مدار سنوات عديده بتتحط الخطه، وبنقول ان احنا
بنشوف جدول زمني ان احنا عاوزين نصل الى مثلا اكتفاء ذاتي. احنا عندنا اكتفاء ذاتي كام؟ 75 80%، عاوزين نوصل 85 90% 95 100% لحد ما نصل 100%. يعني احنا مش هنصل اكتفاء ذاتي في يوم وليله، ده على مراحل متعدده. هو ده اللي انا الهدف من سؤالي، فكره ان احنا بالفعل يكون عندنا اكتفاء ذاتي في الانتاج الحيواني، مش بس انتاج حيواني فقط ولكن على مستوى جميع المنتجات الغذائيه، بالفعل هيملك الفرد قوت يومه زي ما قلنا. فكره بقى يا دكتور اننا بالفعل نخلي عندنا اكتفاء ذاتي، لازم يكون في نهوض باقتصاد وفي استراتيجيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. لو عايزين نتكلم على لغه الواقع، الاستراتيجيه دي عايزين تطبق بالفعل في الايام الحاليه، مش لسه هنستنى لحد سنين، فايه الخطوات اللي بالفعل ممكن ناخدها دلوقتي؟ ان نتعاون، كل الهيئات تتعاون، بتوع الزراعه يتعاونوا مع بتوع البيطري مع بتوع البيئه، كل الجهات تتعاون، لان المشكله مش هي مشكله بتوع الانتاج الحيواني في الزراعه بس، دي مشكله اقتصاد قومي. فنحن كلنا نتعاون، وزارة الزراعة ان احنا نزرع محاصيل اعلاف تغطي احتياجات الحيوان. ازرع ذرة، يعني انا بستورد الذرة بكام؟ الذرة وصل ل 2500 جنيه. الصويا اللي هو من احد المصادر الاعلافية الاساسية في حيوانات في تغذية المكترات وصل سعره ل 4500 جنيه، فبالتالي التكلفة عالية. فانا لازم نتعاون مع وزارة الزراعة، سواء انتاج نباتي او انتاج حيواني او البيئة او الطب البيطري، ان احنا كلنا نتكاتف لحل المشكلة وحل مشكلة الثروة الحيوانية وارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية. مشاهدينا، لقاء الآن مع دكتور محمد أحمد عبد الله، رئيس قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة جامعة الإسكندرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهمية مثل هذه المؤتمرات يا دكتور للنهوض بمستوى الإنتاج الحيواني في مصر؟ هو المؤتمر دوت الهدف منه هو محاولة خفض أسعار تكاليف التغذية، لأن دي أهم حاجة بتمثل الجزئية بتاعة ارتفاع أسعار اللحوم، هي عبارة عن التغذية. فالتغذية لو احنا دخلنا وحاولنا ان احنا نخفض من تكاليف التغذية، هي دي أهم حاجة، وده الهدف الأساسي اللي احنا بندور عليه، وده الهدف اللي ان شاء الله نطلع منه من المؤتمر، ومع محاولة نشوف الأساليب الحديثة والاستراتيجيات اللي هي في المستقبل ان هي تحاول نتخفض من سعر تكلفة سعر اللحمة بالنسبة للجمهور. ازاي دكتور نخفض من سعر اللحمة؟ يمكن اللحمة في ناس كتير جدا، وطبقات يمكن دي اكتر طبقة بنحاول نركز عليها، بيشوفوا اللحمة في المواسم. انا بحب اتكلم على ارض الواقع، بيشوفوا اللحمة من وقت للتاني. ازاي نخلي اللحمة او الانتاج الحيواني يعني في متناول الجميع؟ هي زي ما بقول لحضرتك، هي الاساس هي عمليه التغذيه. احنا لو وفرنا عمليه التغذيه عن طريق ان احنا نزرع مساحات كبيره، ان احنا ندور على، خاصه عندنا مشكلتين في مصر، هي اساس الاساس الاولاني اللي هو نقص البرسيم في فصل، يعني عندنا كميه كبيره جدا برسيم في فصل الشتاء، لكن ما عندناش برسيم خالص في فصل الصيف، وهو ده المفروض ان هو يتوفر الماده اللي هي لينه الحيوان عشان تتلافي عمليه ارتفاع العبء الحراري او الحراره. نلاقي العكس في الصيف، بنلاقي عندنا وفره كبيره جدا في الادبان وما عندناش البرسيم. الشتاء العكس، بنلاقي فيه برسيم كتير جدا وبنلاقي مفيش تبن. يعني العمليه متشقلبه عندنا. فاحنا عايزين نحاول ندخل اصناف جديده، نحاول نعمل توسع افقي راسي للانتاج، ندخل محاصيل جديده، ندخل محاصيل، نزرع محاصيل خليط مع بعضها بحيث ان هي نجليات ومع بقوليات، بحيث ان احنا ندخل نقلل الاسعار. مشاهدينا، لقاء الآن مع المهندس سعد الدين محمد عبد المنعم، استشاري أعلاف. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة أن توفير الأعلاف أساسه توفير الثروة الحيوانية، إزاي نقدر نوفر الأعلاف عشان نرتقي بمستوى الثروة الحيوانية في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهم عايزة في عنصر نوفر الأعلاف اللي هي بتعتمد على حاجات، توفير مصانع تبقى للمواصفات العالمية، ودي لازم توفرها في مصر. الحاجة الثانية توفير المواد الخام الرئيسية لصناعة الأعلاف، ودي اللي احنا أصلا حاليا بنعتمد عليه على الاستيراد زي الذرة الصفراء والصويا. ممكن احنا نحل المشكلة دي ان احنا نعتمد على الفلاح المصري، وده عملة صعبة لا تقدر بمال في مصر، لابد من عودة الفلاح المصري إلى أرضه.
واحنا نشجعه على زراعه الذره الصفراء والذره البيضاء والشعير والصويا وهكذا، ونعوضه يعني نشتري منه هذه المنتجات بسعر مقارب للسوق اللي انا بدفعه بره، حتى هيوفر لي الكرامه السياسيه، يعني هيخلي منه هيوفر لي المواد خام، مش هنعتمد على الخارج ومحلي، وهيوفر لي كرامه سياسيه. الحاجه الثانيه اللي تعتمد عليها برضو توفير تركيبات علميه، وبنأكد عليها تركيبات علميه في صناعه الاعلاف وليس الموجود حاليا في مصر، حيث ان كل سلاله سواء من الابقار الهولشتاين او الدواجن بتحتاج الى مواصفات او تركيبات خاصه، ودي بتبقى مسؤوليه وزاره الزراعه، والحمد لله احنا عندنا كم هائل من العلماء يقدر يوفروا لنا هذا. طب قولي حضرتك ازاي نهتم بتغذيه الحيوان عشان نحارب العديد من الفيروسات او الاوبئه اللي للاسف كانت بتهاجم الثروه الحيوانيه في مصر في الفتره الاخيره، وكمان عشان نقدر نرفع من المناعه لدى الحيوان؟ الفكره بسيطه جدا، اللي هو عنصر النيوتريشن، النيوتريشن اللي هو المقصود بيه اللي هي التغذيه، التغذيه الصحيحه التي تعتمد على المواد الطبيعيه اللي ربنا اوجدها للحيوان. التغذيه الصحيحه بتعمل على رفع كفاءه الجهاز المناعي للحيوان، ولو ارتفع هذا الجهاز المناعي في الحيوان على تكون كده بيبقى مقاوم للامراض باستمرار. مصر معاكم النهارده في منطقة الرويسات بمركز الحمام، وأول حاجة لفتت نظرنا هي الخيل العربي الأصيل والخيال. وتمختار يا خيل. مشاهدينا لقائي الان مع احمد حامد الشطري وجمعه عوض الشطري. اهلا بك يا احمد. اهلا وسهلا، شرفتونا والله. ربنا يخليك احمد. احنا شايفينك وانت راكب على الحصان ما شاء الله عليك، وشايفين ان الخيل بجد عربي اصيل، فقول لي ازاي بقى حكايه الخيل والصحراء؟ والله هو بالنسبه للخيل انواع، يعني عندنا الانجليزي وعندنا العربي، وفي اللي هو بيتجنس من الانجليزي والعربي بيبقى طحاوي. بالنسبه للدي مش يعني مش عربي، بالنسبه للدي طحاوي. فهماني؟ اهو بنركبه هوايه عن اجدادنا وابائنا. فهمني؟ اي واحد عربي بيكون مرتبط بالخيل لان بنتبشر بيها خير طبعا. ولازم في افراحكم وفي كل مناسباتكم دايما يبقى فيه خيل، وبيبقى ليها رقصات معينه واحتفالات بطريقه معينه. بالظبط. بالنسبه للخيل بتوع الرقص احنا برضه عندنا حاجات بتتدرب للرقص للحفلات اللي هي الخاصه. اما بالنسبه للعرب عندهم اللي هو الميز، وال يعني الميز بيطلعوا في الصحراء بره في الاماكن اللي هي صحراء. فهماني؟ اما في الافراح بيبقى حفلات خاصه صغيره. انت قلت دلوقتي ان في خيل عربي وفي خيل طحاوي، فانواعهم ايه بقى؟ بالنسبه للخيل بالنسبه للعرب عندنا اللي هو الخيل العربي اللي هو المغربي، فهماني؟ وفي اللي هو العربي الاصيل، في اللي هو الطحاوي بيتجنس من العربي والانجليزي بيطلع سلاله اللي هي الطحاوي. احنا بنجيب ساعات العربي بنجيب ساعات الطحاوي كذا يعني. تمام. طب وازاي بقى احنا نعرف نفرق ما بين الخيل العربي الاصيل واي نوع تاني؟ بيبقى له شكل معين، مواصفات معينه؟ طبعا بيبقى له شكل. بالنسبه للعربي الاصيل بيبان من المناخير، فهماني؟ الخنقه، حاجه بيقول عليها الخنقه. هي فين الخنقه دي؟ هي بتبقى في الخيل العربي الاصيل، وزي ما قلت لك في الاول دي بالنسبه لدي طحاوي مش عربي اصيل. الثانيه بتلاقي العظمه دي نازله تحت شويه، والدماغ صغيره عن كده طبعا، فهماني؟ الودان برضو اصغر،
فاهمني. الديل برضو بتلاقي ديلها بيترفع في طول ما هي ماشيه. بيبقى في فرق في الالوان ولا بيبقى ما فيش؟ الالوان واحد. الالوان واحد. في حاجه اسمها تشويله اللي هي رفعه الديل لفوق. المنظر العربي تلاقي العين دي مكحله بالاسمر، الجفن الجواني اللي هو الابيض بيبان برضو، فاهماني. اما الطحاوي زي ما انت شايف مفيش خل بتاع العرب. طب جمعه احنا شايفين فوق ظهر الحصان في سرج، بيتكون من ايه بقى السرج ده؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول الخيل بنواصيها الخير حتى تقوم الساعه. بالنسبه للخيل لما اكون انا عايز اركب الحصان واتمشى بيه، حضرتك اول ما الراس اللي هو الحته دي، فهمتي حضرتك؟ الحديده اللي هو اللي جاي دوت، فهمتي حضرتك؟ السرع اللي هو بيبقى في ايدين الفارس اللي هو راكب. ثالث حاجه اللبب، فهمتي حضرتك؟ اللبب ده عشان ايه؟ عشان يمسك العده عشان ما ترجعش ورا حضرتك، فهمتي حضرتك؟ ثالث حاجه الركاب اللي هو بيركب عليه الفارس، العده والشريحه، فهمتي حضرتك؟ ولازم تكون جامده يعني كويس عشان ما يلفش بيك السرج، فهمتي حضرتك؟ وكده بيبقى جاهز للركوب. طيب التدريب بقى، كلمنا عن التدريب، ازاي بتدرب الحصان او الفرس، وهل في تدريبات معينه بتدربوه عليها، وتحديدا العمر ممكن تدربه من عمر كام؟ والله حضرتك بصي، بالنسبه للفرس بتتدرب على 20 شهر، بالنسبه للحصان على سنتين. تمام. في الفرس تختلف على الحصان. ليه بقى الاختلاف ده؟ في فرق في ايه يعني؟ عشان لا هي هي طبيعي كده. تمام. فهمت حضرتك. بالنسبه للتدريب اول شيء قبل ما بيتركب الحصان بندربه على الارض، فهمت حضرتك؟ بيبقى نعمل له زي حته حبل هنا دي اسمها رشمه، فهمت حضرتك؟ وبنقلب الحصان علينا، فهمت حضرتك؟ لحد ما يفهم شماله من يمينه. تقلبه يعني تخليه يلف حواليك. يلف حواليا. الله ينور عليكي. ثالث حاجه بقى بنركبوه، نحط السرج زي ما انت شايفه كده ونشده عليه 100 100 وبنركبه. اول حاجه بنعلمه ازاي يطلع في يدفع في التدفيع، فهمت حضرتك؟ ثاني حاجه نلم، يعني بيبقى يتدفع وتمسك الحصان، بحيث ان لو لا قدر الله اتفاجئت باي حاجه قدام منك تعرف تفادي نفسك. فهمت حضرتك؟ انا الحقيقه بشوفكم في افراحكم برضو، بشوف قد ايه الخيل بيبقى جميل في الرقص وفي المناسبات، فبتدربوا الخيل ازاي يرقص وازاي يتمايل مع الموسيقى الجميله العرباوي، وتحديدا يعني العربي الاصيل. بالنسبه لحضرتك التدريب اللي هو الرقص ده بيبقى مدرب، يعني مش اي حد بيركب بيدربوا الرقص. فهمت؟ بنجيبوا له مدرب بيقعد معاه شهرين ثلاثه، فبيدربوا الرقص لحد ما هو خلاص بتطبع معاه، بعد كده اي فارس بيركب عادي مفيش اي مشاكل. في المناسبات بقى يرقص الحصان وما عادش في اي مشاكل خالص. طب تدريب الخيل العربي الاصيل بيكون اسهل ولا الاثنين واحد؟ هو غالبا دايما العربي طبعا بيكون فهمه ايه يعني ناصح شويه عن الخيل الثانيه، فهمت؟ بس في الاخر كله بيتدرب يعني. أصالة، عراقة، تاريخ، تراث، متوارث من أيام الأجداد، محفوظ في وجدان الأحفاد. عن الخيل العربي الأصيل والخيال تابعونا. فين فيرسي الهد جميل انقابة بالشوكات علي جلمود حيلس ودي يدير دون المشي وليت أسرع ودي يريق الند بلاوي جابر على القفزيت علي حي الفيرس صامد يعد عيون المرهونيت حلاطة ود قرا في اليد ولا جسر ويدي خوات سقيم العيل وين يمدي كمد بين الدماعيت الهم هيبه من جد الجد عرب خزيعة للنبهيت عرب وين يسير مجرد عرب فكاكة للدعكيت عرب كيف الوادي المنهد بغزر ميه للجاليت وما خطرها غير اللي مجابد الله ريدي سمح السيفيت دواخلي يسو متباعد وراه شقيت سنين وما حيله لميت خلاص. قالوا عنها تمايل يا غصن البان، واخر وصف حبيبته بيها وقال لها يا زهرة على غصن بان، وكمان شبهوها بالبنت الفائقة. هي ايه؟ هي شجرة المورينجا. احنا النهاردة موجودين مع حضراتكم في اولى المزارع اللي موجودة لشجرة المورينجا في الساحل الشمالي، من خلال اربع مزارع موجودة على
مستوى مصر. شجرة المورينجا ليها فوائد كتير جدا خاصة جدا بالإنسان، هنتعرف عليها بشكل أكبر من الدكتور. تعرف بيك دكتور فرحات دياب، دكتوراه في العلوم الزراعية جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. كلمنا عن فوائد شجرة المورينجا. المورينجا هي الجيل القادم من الدواء والغذاء والعلف الحيواني. شجرة المورينجا هي بيسموها في اليابان شجرة الحياة، وفي أمريكا وأوروبا شجرة المعجزة، وإحنا هنا في مصر بنسميها الشجرة المباركة. يكفي إن هي إحنا بنزرعها من بذرة، أول سنة بتطلع من 3-5 متر ارتفاع. شجرة المورينجا الورق بتاع المورينجا بتحتوي على 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، 3 أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز، 2 ضعف الكالسيوم الموجود في البروتين الموجود في الزبادي، 3 أضعاف الكالسيوم الموجود في اللبن، فيها 46 مضاد أكسدة، فيها 26 مضاد التهاب، فيها 18 حمض أميني. هي شجرة كلها فوائد بتعالج 350 مرض، فهي تعتبر يعني بداية لسه بدأ في مصر، دي تعتبر أول مزرعة في الساحل الشمالي وفوائدها لا تنقضي زي ما بيقولوا يعني. طب ازاي نقدر نستفيد منها؟ يعني ازاي ممكن نقدر الانسان يستخدمها بشكل، يعني هل ليها طريقه معينه؟ هل بيستخلص منها المواد بتاعتها بشكل معين؟ بتغلوها بتعملوا فيها؟ هي ممكن افضل طريقه ليها هي بتتاكل خضره زي ما هي كده، وممكن هي تجفف وتنطحن وبتتاخد معلقه على الريق، ممكن تستخدم زي في الشاي زي الشاي الكشري، ممكن عن طريق زي البهارات ازاي، وممكن في تغذيه الحيوانات ان هي بتزود حوالي 30% من اللحم، وبتزود من 40-60% من الحليب في المواشي اللي هي بتحلب يعني. طيب يا دكتور، انت قلت لنا ان شجره المورينجا بتعالج اكتر من 350 مرض، ايه هي الامراض اللي بتعالج او الامراض الاكثر شيوعا اللي بتعالجها شجره المورينجا؟ زي امراض الكبد، التليف الكبدي والامراض الكبد بصفه عامه، وخاصه احنا عندنا هنا في مصر حوالي 30% من الشعب المصري مصاب بامراض الكبد، فهي النبات ده بيحتوي على اكثر من 46 مضاد اكسده. وانا يعني في المؤتمرات اللي احنا عملناها على المورينجا، في ناس كان عندها تليف كبدي وخدت المورينجا لمدة 6 شهور ورجع الكبد بتاعهم زي كبد الطفل اللي عنده 10 سنوات. فهي يعني ناس جربتها وناجحة جدا، فاحنا بنوصي بزرعتها في مصر، وخاصة موضوع مشاكل الكبد ان هي دي علاج فعال وآمن وملوش أثار جانبية بالنسبة لأمراض الكبد يعني. ايضا هي بتظبط برضو امراض الضغط وامراض السكر، يعني في ناس كانت بتاخد الانسولين نزلت ان هي بتاخد حبوب برشام زي الامريل 2، فهي فوائدها كتيره جدا ما نقدرش نحصيها في لقاء تلفزيوني يعني. طيب عايزين وصفه بقى دكتور لكل الناس اللي بتتابعنا، ازاي يقدروا يستخدموا شجره المورينجا بشكل مفيد ليهم؟ احنا بننصح ان المورينجا دي تتزرع في الجناين، في البلكونات، في الاراضي، على المسارف، على الترع، في الجزيره تحت الدور، ان احنا افضل طريقه ليها ان هي بتتاخد اخضر يعني. لو ما عرفش يزرع ممكن بيشتري من الناس اللي هي بتبيع، وممكن تجفف وتنطحن، وبياخد معلقه زي معلقه في حجم معلقه الشاي الصغيره، وبيقلبها في ميه او بيشربها عن طريق شاي كشري زي نظام الشاي الكشري 3 مرات في اليوم لمده 6 شهور، بيلاقي فرق من السماء للارض يعني، فرق واضح ومعنوي. طب وبمناسبه زراعتها، يعني ايه شروط زراعتها؟ هل بتحتاج لارض معينه، طريقه ري معينه، مناخ معين؟ هي طبعا الموطن الاصلي بتاعها بتتزرع في الهند، وبيعرفوها كويس جدا هناك وفي افريقيا، انما هنا في مصر اتزرعت في وسط مصر وجنوب مصر، وهنا طبعا احنا بيننا وبين البحر حوالي 5-6 كيلو، فهي برضو صالحه للزراعه في الساحل الشمالي، فهي تقريبا بتصلح في جميع الاراضي. وبالنسبه للري بتتزرع باي طريقه يعني، وافضل طريقه طبعا طريقه الري بالتنقيط اللي احنا زي ما احنا شايفينها هنا يعني. هي طبعا بتنزرع عباره عن بذره، البذره بتتزرع في الارض، بتاخد من اول سنه يعني من حوالي 3 متر لغايه 5 متر تقريبا، وزي ما حضرتك شايفين دي عمرها حوالي 3 شهور ونص تقريبا.
في النهاية يبقى اللقاء وحلقة جديدة وبر مصر.